الليبرالية هذا المصطلح انظلم، انظلم ظلم شديد، يعني لبس أنه هو قيادة للإلحاد وهو لمحاربة الإسلام. أنا بسأل سؤال واحد لكل واحد يحارب الليبرالية، ما رأيك في مسلمي الهند؟ عفوا العلمانية، ما رأيك في مسلمي الهند؟ الهند المسلمين فيها أقلية، الذي حمى المسلمين في الهند من طغيان الأكثرية الهندوس وغيرهم هي العلمانية. لو ما أخذت الهند بالنظام العلماني لشهدنا الآن الدماء تسيل لأخواننا المسلمين في الهند، وهذا ينطبق في بريطانيا نفسها، لولا العلمانية لما حموا المسلمين الذي يعيشون. نعم، يعني أنت ترى أن العلمانية لها مكان، لها مكان. نعم، وهي نظام إذا لم يتوفر التجانس في المجتمع فيجب زي لبنان هنا لابد من العلمانية، الهند لابد من العلمانية، لكن السعودية مثلا لا تحتاج هذا النظام لأنه 100% من مواطنيها مسلمين. العلمانية هي ليست عقيدة لي، العلمانية هي نظام لحل إشكالية التنافر بين الأقليات أو الطوائف، وليست هي ليست انا والله انا اؤمن بروح ادخل مسجد العلمانيين، ما في هذا الشيء، فهمتي؟ خلينا طب ناخذ ابو ساره من الرياض. يا هلا وسهلا. الو، اهلين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا اشكركم واشكر الضيف. الله يسلمك. بارك الله فيك يا اخي. واشكر انك دائما صريح انه الليبرالي يعني ما فيها شيء يا اختي. نعم ابو ساره. نعم ابو ساره. نعم، سؤالي للضيف. نعم بشكل سريع. يا ابو يا عبد الله سم، يعني انت صراحه رجل. الله يسلمك تسلم. انت رجوله. ما عليك زود. يعني اتمنى اني اتزوجك ونيكك. يعني اتصال عبد الله للأسف يعني خلينا على طور اتصال عبد الله يعني أو على اتصال أبو سارة، يعني اليوم قاعدين ما حنعلق أكيد عليه، بس إنه على طور كل هذه الاتصالات اللي جات اليوم. هذا إسلامي، شفتي هذا إسلامي، هذا المثل الإسلاميين.